ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشتهر فيه سلاح، ولا يمض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم، ولا يمر فيه بلحم النيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والبيع وعن تنشد الأشعار في المساجد. عن عتيلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصومتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. هذه أداب من أداب المساجد دلت على بعض الخصال التي لا تنبغي في المسجد، وهي معناها أنه لا يصح ولا يجوز ولا تتأتى من أهل الدين أن تكون في المسجد صيانة له ومحافظة عليه من الترويس أو الانتهان. فالمساجد لم تبنى إلا لذكر الله تعالى وللصلاة، وهذه الأمور المذكورة في أحاديث الباب يحدث بسببها أمور كثيرة في المساجد لا تصح. مساجد الله جل وعلا الأصل فيها التوقير والتعظيم، نعم، والتنظيف والعناية، وهذه الأمور يكون فيها كما قلنا التشويش على المصلين، وفيها ما فيها من تغذير المسجد وتعريض المصلين إلى الخطر في تشهير السلاح والاعتناء به، نعم. وقد ورد النهي عن التناشد الأشعار في المسجد كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انشاد الأشعار في المسجد، أن حسان بن ثابت أنشد الشعر في المسجد بأنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره قال: اهجهم وروح القدس معك. ولما أنكر أبو هريرة أنكر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد، استشهد حسان بأبي هريرة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيده اللهم أيده بروح القدس. وكان هذا في الرد على الكفار. فإنشاد الشعر في المسجد خلاف الأولى، ولكن إن أنشد صح ذلك بما حدث من عبد الله بن رواحة وحدث أيضا من حسان بن ثابت، كان يهجو الكفار من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أن الشعر في المسجد ينظر فيه إن كان فيه الكلام على الطاعة، الكلام على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، الكلام على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، صح ذلك. أما شعر السيوف، شعر السلاح وسل السيوف، نعم، فنهي عن ذلك لما فيه احتمال وقوع التجارح بين اثنين عند مرور الناس، وهذا خطر عظيم وضرر عظيم بالغ. أما إذا أمن الناس فقد يكون جائزا للعب الحبشة بالحراب في المسجد، وإن كان هذه حالة استثنائية لأنها في العيد. وقوله: ولا يتخذ سوقا، أي لا ينبغي أن تتحول المساجد إلى أسواق يبيعون فيها ويشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يبيع في المساجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ولا يصح فيه إنشاد الضالة، فمن أنشد في المساجد ضالة فليقل: لا أربح الله في تجارتك،
لا رد الله عليك ضالتك، لأن المساجد لم تبنى لذلك، بل المساجد لذكر الله جل في علاه. لما جاء العربي ودخل إلى ناحية المسجد يقضي حاجته، كاد الصحابة أن يقتلوه، هموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، لا تزرموه، لا تخطر عليه بولته. ثم قال له: إن هذه المساجد لم تصلح لذلك، نعم، هذه المساجد ليس فيها إلا ذكر الله جل في علاه. أما حديث جنبوا صبيانكم ومجانكم، حديث ضعيف جدا أيضا، لم يصح، وإلا فكان الإنسان يصلي وأمامة يحملها، وكان الحسن يأتي على ظهره. فوجود الصبيان في المساجد ليس فيها ثمة شيء، لكن بشرط تعليم الصبيان عدم التجرؤ عند الصلاة حتى لا يشوشون على الناس الذين يصلون. ثم باب آخر بقوله: باب النوم في المسجد. وذكر حديث عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل من أصحاب الصفة: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا، فقال لنا رسول الله: شئتم نمتم فها هنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد. هذا فيه اضطراب يعني، لكن دل الحديث على جواز النوم في المسجد، وإن كان الإمام مالك يكره ذلك جدا، ولكن الجمهور على جواز النوم في المسجد، لا سيما أن ابن عمر رضي الله عنه بين أنه كان شابا يافعا وكان ينام في المسجد. وأيضا أبو هريرة عندما قالوا أكثر عين أبو هريرة قال: لازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطني، وكان ينام في المسجد مع أهل الصف أيضا. فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز النوم في المسجد، وكره بعض أهل العلم من المالكية تعظيما للمسجد، لكن أهل الصفة وابن عمر نام في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بذلك. ولذلك رواه مسلم في الفضائل عن ابن عمر قال: وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة أنه يجوز النوم في المسجد دون كراهية. وروى عن ابن عباس كراهية ذلك، لا ينام واحد في المسجد إلا لمن أراد الصلاة. وعن ابن مسعود نهى عن النوم في المسجد، وقال المسجد حرمته. والصحيح أنه يجوز النوم في المسجد كما ورد عن ابن عمر وغيره. وأما عابر السبيل فهذا أولى الناس بالنوم في المسجد. الفوائد المستنبطة: وجوب تعظيم بيوت الله، وجوب تعظيم بيوت الله، جواز النوم في المسجد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.